بصبح عليكم مشاهدينا، وتعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة في مصر. خلونا نبدأ جولتنا من كوبري 15 مايو اللي زي ما انتم شايفين بيشهد سيولة مرورية بسيطة جدا في الاتجاهين، سواء المتجه لوسط البلد أو المهندسين. كمان كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لغاية ما توصل لحد ميدان رمسيس والعباسية وغمرة، ومتوقع أن هيكون في يعني شوية زيادة في الكثافات المرورية بعد شوية. الكورنيش من المظلات لحد وسط البلد بيشهد سيوله بيشهد بعض الكثافات المروريه المتحركه حتى ميدان التحرير، وبعدين في سيوله مروريه مكمله معانا على الكورنيش لحد منطقه حلوان. دلوقتي هنروح لشوارع الجيزه، وبالتحديد شارع السودان اللي بيشهد سيوله مروريه، وبتبدا السيوله بتختفي وبتظهر بعض الكثافات في المنطقه دي او في الشارع ده، وعند محطه مترو الجامعه اللي جاي من كوبري فيصل لحد مناطق الدقي بتظهر بعض الكثافات المتحركه على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري. لو رحنا لشارع فيصل بيشهد برضو بعض الكثافات المروريه البسيطه اللي بتبتدي من محطه المريوطيه وصولا للطلبيه، ولو كملنا هنلاقي بعض الكثافات البسيطه واصله لحد كوبري فيصل. خلونا كمان نروح لمحافظه سوهاج واللي هيبدا فيها يعني من شارع الكورنيش اللي بيشهد سيوله مروريه، وهنفضل مكملين في السيوله المروريه لحد ما ندخل شارع الجويش اللي بيشهد بعض الكثافات المروريه البسيطه، ولسه مكملين على الطريق لحد ما نوصل لطريق اخميم جرجه واللي بيشهد هناك سيوله مروريه. عند محطه قطر سوهاج الطريق هناك بيشهد بعض الكثافات النسبيه وبسيطه قوي، مش بتاثر ابدا على حركه المرور. هنكمل جولتنا ونروح لحد اسكندريه ونروح ناحية شارع مكملين في شارع خاو، وهنفضل مكملين على طريق البحر، وهنلاقي الكثافات بدأت تزيد شوية لحد الكورنيش، وكمان في شارع جمال عبد الناصر المتجه للمنظرة هناك برضو بعض الكثافات النسبية على الاتجاهين. ودلوقتي نرجع لشاذلي ومنى عشان نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.